سلام، إيش يعني علوم ميتافيزيقية أو العلوم الميتافيزيقية اللي هي تخصصي؟ العلوم الميتافيزيقية يعني بكل بساطة إنه ممكن الواحد يكون قاعد في مكان، في غرفة وفي جدر، وإنه الأشياء الموجودة في الدنيا ما توقف عند هذا الجدار، لكن بالعين المجردة الواحد يشوف إنه هذا كل الموضوع. العلوم الميتافيزيقية بتقول إنه في أشياء وفي عالم تاني خلف الجدار هذا. هو هذا اللي أنا بتكلم فيه، اللي هي ذبذبات الجسم. ذبذبات ما هي مرئية، الواحد ما يشوفها بالعين المجردة، لكن بالأجهزة ممكن تتشاف. ممكن تشوف لو إنه الشيء هذا بيشحن الجسم بأشياء طيبة أو بأشياء سلبية. المهم الأجهزة بتبين حاجة زي كده، وفي كاميرات متخصصة بتبين ذبذبات الجسم. اللي بتكلم عنه إنه في ناس تيجي تقول لك إنه أنا طبعاً تخصصي في التشافي مع الله سبحانه وتعالى. في ناس تيجي تقول لك إنه أنا متخصص في علوم الطاقة. ما ينفع الواحد يقول حاجة زي كده، وتعرف على طول إنه الوضع مبهم، الوضع ما هو واضح. لازم يكون في تخصص. هل هو متخصص في كورسات؟ هل هو في التشافي؟ هل هو في طاقة المكان مثلاً؟ يعني في يعني مجالات كتير في علم الطاقة، لكن يجي شخص يقول لك أنا بس في علم الطاقة، أو إنه بالطاقة يمرر إيده على الجسم يحسسك إنه في قدرات خارقة. علوم الطاقة ما فيها قدرات خارقة. اللي أنا بعمله تقنية حديثة علمية واضحة منطقية، والكورس موجود على الويب سايت حقي، وأي أحد ممكن يكون فيه. ما في حاجة اسمها أحد عنده قدرات خارقة أو شخص يقدر وشخص ما يقدر. إذا الواحد تعلم التقنية خلاص يقدر. لما يجوا ناس المشكلة يشربكوا لك الأمور ويقولوا لك إنه علوم الطاقة يعني إنه الملائكة وإنه الأنوار وإنه حتى القرآن، للأسف الشديد حتى الأنبياء بيجوا، حتى يقول لك ما أبغى أسمي الأسماء اللي هي بتعالجوا بيها الناس، بس كلها فيها شرك بالله، والشرك بالله ما بيوصل لأي نتيجة. راسبوتين في روسيا يعني دمر إمبراطورية كاملة، لأنه جاء قال ابتدع موضوع معين إنه هو مع الله، وإنه هو يعتبر وسيط، إنه ممكن يجوا ناس يلجأوا له عشان يعالجهم، وفي الآخر اضطربت الدنيا كلها على دماغهم وراحت الإمبراطورية تماما وانتهت الملكية. فالمسألة ما هي مسألة إنه أحد يجي يبربر لك يقول لك إنه أنا والله أقدر أذكر، أقدر أدعي لك. طب أنا أقدر أدعي لنفسي، أنا أقدر أذكر، الله ممكن يدلني. لما أآمن أنه الله الواحد الأحد هو اللي شافي، الله الواحد الأحد هو اللي حيدلني، مو شيء تاني، مش ملائكة. أساساً الملائكة مأمورين من رب العالمين، فاستحالة حيكون في ملك اسمه كذا أنه يجي الواحد يستدعيه ويجي، والكلام الفاضي هذا كله من غير إذن رب العالمين ما بيحصل. فالأسامي هذه اللي بتجي بتجيب أشياء من العالم الثاني، العالم اللي إحنا ما المفروض أساساً ندخله، وعالم مظلم، وعالم فيه أشياء كتير شر. عادة الناس اللي بتعاملوا مع العوالم هذه بتكون كلها شر، لأنه أساسها الإشراك بالله. وتلاقي الواحد حتى لو شاف الموضوع بسيط، مثلا في حجر قال طاقة تجي مع طاقة جسمي فتشحن لي جسمي وممكن تفتح لي أبواب في حياتي، الواحد بيجرجر شوية شوية للإشراك، والله بيغفر أي شيء إلا الإشراك. فبتلاقي الواحد لما بتعلم أشياء زي كده بيكون عنده طريقين، يا طريق إنه يزود صلته بالله سبحانه وتعالى، يا طريق تاني يكون هو مستعجل والأنا عنده عالية ويبغى يحقق أشياء ويبغى يسيطر، فتلاقي دخل الطريق التاني هذا من غير ما يحس. فأبغاكم تنتبهوا للأشياء هذه، أشياء جدا مهمة، وهو علم بديع وعلم رائع، لكن لما يقرنوا بالله سبحانه وتعالى، الله ما كان الله لو ما هو الله، الله لو كان عدة إلهات ما كان الله. فالله عشان يكون الله بالنسبة لي وبالنسبة لأي شخص لازم يكون واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله بيحب هذه الصورة على فكرة، لأنه فيها مدح له سبحانه. فلا الواحد يدخل في الخزعبلات هذه، يوحد ربه ليتوه. أي شيء يحس أنه بدأ
يعني قلبه مش مرتاح لأنه في إشراك، على طول يرجع ويبعد عن الطريق هذا لأنه في هلاك. سلام. في شيء مهم نسيت أقوله، في سورة الأنعام آية رقمها 128، أرجعوا لها وشوفوا، أقرأوها كويس، واضحة جدا. كل اللي بيدخل العوالم هذه اللي بيستعين بيهم واللي بيعان بيهم كلهم في النار. لطيف. سلام.